أنا حسام العلي، أنا من سوريا، من حمص، من ريف حمص الشمالي. جيت على لبنان بال 2012. أنا زوج وأب لطفلين، وليد وميس. عمري 24 سنة وعايش هلأ بمخيم باحة مخيمات لباع. أنا ريم حسين حجوز، متزوجة من ربيع قاسم شحادة وأم لولدين، كوثر 13 سنة وقاسم 10 سنين، وأنا من محافظة حمص سوريا ومقيمة حاليا بلبنان مخيم الرحمة. هلا كان وضعنا بالنسبة لسوريا وضعنا كتير كان منيح، كان الشغل جوزي كتير منيح، بيعرف ناس كتير، يعني كتير ناس كمان بتحبه بتحب شغله، أنا بحبه. كنت بسوريا، أنا عشت بضيعة صغيرة، كان في عنا مدرسة بتوصل لجريد 6. بسبب الظروف والأحوال اللي صارت بسوريا اضطريت إنه أطلع على لبنان، قلت بدي أحاول كمل علم بلبنان، ووصلت لقيت الوضع مختلف كتير، اللي أحواله المادية كتير ضعيفة، ما أكيد ما راح في يدرس ويشتغل بنفس الوقت، فتفرغت للشغل لحتى أقدر عايش حالي. يعني وقت اللي صارت الحرب بداية الأحداث فكر جوزي إنه يطلع يعمر لحاله، عمرنا وعمل الغرف وهيك، اجت أول ضربة على البيت. بقى آخر شي طلعت النسوان على هالحواجز وطلعت الشباب عن طريق تهريب، ضلوا 10 أيام على الطريق، طبعا لا أكل لا شرب لا مي لا شي بنوب، طبعا والضرب شغال، السيارات اللي مكسور الشي شايلينه، اللي يموت على الطريق زتوه برضه. قال حكالي جوزي، قال لي بس ندبر بيته ووضع لاقيه يعني منيح، مسكن منيح، بتصل فيك وبتجي لعندي. طلعوا هني على الرسال، حكاني قال لي تعالي، اجيت انا والولاد. اول شي ما في شغل للشباب، خصة السوري حصرا، تصدق 5000 تعيشنا شهر، الله العظيم، سلطة اللبن وخبز بس. لمرحلة ما سمعت بالمشروع اللي عم يعملوه الاي او بي بالباع، تبلشت ب 2018 بشهر 5. هن اعطونا الاساسيات للكمبيوتر وكانوا عم يمشوا مع يعني الاي او بي، مشوا مع الانجليش حتى نفهم شو عم ناخذ بالكمبيوتر. كانت خطوة كتير حلوة ومبدعة، المجتمع كان كله ضدي هون تقريبا، بسبب انه هن عم ينظروا نظرة للعلم انه انت عم تدرس ما عم تحقق شيء. لحتى هن حسوا بالتغيير اللي صار بحياتي، اول شيء كنت عم تعلم وصار علي كتير ديون وكانوا ضدي، بعدين بعد فترة صار عندي كتير شغل كتير حلو مع الانجيوز والفاونديشنز. وقت اللي قالوا فيها هاي السنة تسجيلي، قلت بدي روح سجل وجرب حظي، ربما يعني اتوفق وانجح. اول شيء انا الكمبيوتر كله ما افتح، ما كنت اعرف افتحه، ووقت اللي انا سجلت فيه وبلشنا وهيك، يعني صار نقول لهم يعني يعطونا وقت اكتر، مو بس مثلا 4 ساعات او 5 ساعات، كرمال انه الجو غير، التدريب، المعلومات، الافكار، يعني ما بعرف، انه عالم تاني صراحة. وانا وقت ايام تعطوني التقييم على الكمبيوتر شو بدي اكتب، كتبت انه كتير انا حبيت اجتماعك مع لبنان، لانه في ناس عن جد من بعيد بحسوك انه انت مثلا لاجئة او شيء، بحسوك من بعيد انه انت مثلا مالك رأي او مالك اهمية او مالك شيء، بس هن بالعكس كتير كانوا قراب مني. اي وظيفة اي شغلة بدك تشتغليها لازم تكوني اول نقطة بيحطوا لك اياها، واول شرط لازم تعرفي لغة وكمبيوتر. قديما كان الشغل بالايد، بس هلا لا، الشغل بالعقل، لازم تكون تعرف التكنولوجيا حتى توصل اللي بعقلك للعالم كله. كمجتمع انا بحياتي ما كنت متخيل انه فوت وصل لهي المرحله من العلم، اللي هلا الجامعات اللي عم ياخذوها انا قدرت اخذهم بثمان شهور او 10 شهور. كثير انا يعني حبيت، انا بالجامعه الامريكيه سلام، يعني صار اسمي على كل لسان. ان شاء الله بدي فوت الجامعه وبدي كمل باللغه البرمجيه لانه حبيتها كثير. بالجيت وصل للهدف اللي بده اياه بدون شهاده جامعيه، انا كمان راح اوصل اللي بدي اياه ومع شهاده جامعيه. اعطتني هاي الدوره الامل، اندفاع بالحياه، راح تامن لي فرص عمل كبيره، علمت اولادي من وراها. يعني حب اعطي نصيحه لكل امراه انه ما توقف، تتابع العلم هو كل شيء، العلم بيعطيها امل، بيعطيها اندفاع، بيعطيها حب.